السلام عليكم. من أكتر الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها لما تيجي تتعاملي مع طفلك هي اختلاف طبقة الصوت واختلاف في رياكشن الوش أو تعبيرات الوش. لو جيتي قارنتي ما بين طفلين بتحكي لهم نفس الحدوتة أو قصة مثلا بنفس الأشخاص ونفس الأحداث، لكن الطفل الأول بتستخدمي معاه اختلاف في درجة الصوت وطبقتها على حسب الأحداث، ما بينك تعلي صوتك وتوطيه وترققيه وتفخميه، ورياكشن وشك برضه، ما انك تزعلي وتفرحي وتكشري وتضحكي. هتلاقي ان الطفل اللي انت بتستخدمي معاه الاساليب دي شدت ودرجة انتباهه ليكي اكتر بكتير من الطفل اللي بتحكي له نفس القصة ولكن بدون اي اختلاف في طبقة الصوت او اي اختلاف في رياكشن الوش. هتقيسي على ده طريقتك معاه لما بيظهر منه سلوك غير مرغوب فيه او سلوك غلط. لازم يحس السلوك الغلط ده قد ايه هو غلط وقد ايه انت مستاءه منه او غضبانه منه. انت مش بتضربيه، مش بتعنفي، ما بتسيئيش للطفل، ولكن بتحسسي من ردود افعالك وطبقه الصوت بتاعتك قد ايه الموقف مؤثر فيكي او مؤثر في اللي حواليه، او اصلا الموقف ده غلط. طب هو هيعرف ازاي ان الموقف ده غلط لما انت تقولي كده غلط؟ لا، احنا لازم نعرفه. لما يوقع اخوه من على السرير يتعور غير لما يوقع كوبايه تتكسر، غير لما يقطع الكراسه بتاعته او كشكول بتاعه. كل موقف ليه ردود أفعال مختلفة منك وليه كلام معين لازم تقوله له علشان يحس إن في اختلاف. لكن لازم تكوني حريصة على إن الثواب والعقاب يكون في نفس الوقت حدوث الفعل اللي هو بيعمله وما يكونش مؤجل، علشان لو كان عمل حاجة غلط ما يتمداش فيها، ولو عمل حاجة كويسة وانتي ما اديتوش مكافأة عليها ما يهتمش إنه يبقى أحسن. لازم يكون لكل فعل رد فعل، ولازم تعرفي ان طفلك ذكي وبيحسبها وعارف كل فعل هو بيعمله قدامه فعل هيلاقيه منك.